اهلا وسهلا بالقدس. اسمي فادي حداد، انا دبلوماسي في وزاره الخارجيه الامريكيه، واليوم رح نرحبكم بالقدس ورح نعرفكم على الاكل في القدس. انا صري هون 6 شهور، مدير بيت الامريكي، وكثير مبسوطين. هلا من بعد شوي رح نتمشى نتفي بالقدس القديمه، ورح نتعرف على المحلات القدس القديمه، ونتفي رح نتعرف على الاكل القدسي اللي كثير طيب. مرحبا فيكم تاني مره. نحن بالبلد القديمه بمطعم صغير، ورح ناكل هلا نتفت اكل من القدس. هيدا حمص مسبحه، نتفت فول، وهون فلافل وخبز. انه بالقدس في ناس من كل الاديان، من كل الاشكال هون، وهي القدس معموله للواحد يجي هون وياخذ بركه منها لو شو ما كان دينه.